رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، والتحق بنا فنان العرب محمد عبدو اللي اخيرا في موازين وتسنيناه بزاف. اهلا بك فنان العرب محمد عبدو. شكرا، انا سعيد جدا ايضا بلقائكم. شكرا. نهار كبير هذا. والله عندي نهار اكبر. الله يخليك. عندك جمهور كبير اللي اكيد غدا غادي يجي يشوفك. شفناك في مهرجان فاس، ولكن خلال المهرجان صوفي وروحاني، شنو محضر محمد عبدو لجمهور موازين غدا ان شاء الله؟ ان شاء الله احنا انا وضبت برنامج بحيث انه يكون متوقع انه الناس تطلب، مثلا الجمهور بيطلب اغاني منه كثيره، وايضا هامش للتوقع التلقائي من الجمهور فيما لو طلب اغاني. فاس كان عندك لقاء مع فنان مغربي تنحبه بزاف اللي عطاه كثير الاغنيه المغربيه، هو الفنان محمد عبدو هبدوكالي عفوا، وكان عندك لقاء معاه في مهرجان الغناء الروحي بفاس، وبجوج عندكم غنيتوا الغناء المكي، يعني الغناء المكي اللي تنبداو به بالصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذكر الله. يعني واش نقدروا نشوفوكم؟ وسمعنا ان كاين غيكون تعاون سيدي بينك وبين الفنان المغربي سي عبد الوهاب الدكالي. هذا ان شاء الله تعاون قائم، وانا اتصلت فيه اليوم، و لبعد المسافه ما بيننا، وبعدين ظروف خارجه عن الاراده بالنسبه له وبالنسبه لي انا شخصيا، فان شاء الله بحول الله هذا التعاون قائم، وسيكون يعني باكوره انتاج غناء روحي حقيقي يقدم في الغناء الصوفي. نعم. احنا تنعرفوا الفنان الكبير محمد عبدو، بغينا في هذا اللقاء نعرفوا محمد عبدو مش الفنان ولكن الانسان، شكون هو محمد عبدو؟ يعني في الحياه الفنيه والاضواء مسلطه عليك انت تكون في البيت ومع اولادك والعائله ديالك؟ انا متزوج وعندي اولادي ما شاء الله. شحال عندك ديال الاولاد تبارك الله؟ ثمانية. هاد الاولاد عندك شي واحد فيهم عنده موهبه وبغى ياخذ تا هو شق الطريق اللي شق الاب ديالو ولا لا؟ كلهم حقيقه عندهم التذوق الموسيقي كبير عالي جدا، وعندهم اصوات جميله جدا، لكن حرصي على انهم يتلقوا التعليم اول ويتخرجوا من على الاقل من الماستر، فلذلك بحرصهم جدا انهم يكونوا متواصلين على في تعليمهم وياخذوا الفن هوايه يعني ليس حرفه. شنو اللي عانى فيه الفنان العرب محمد عبدو مني كان صغير؟ كثير من الفقر، من مجابهه الحياه، الاختيار في كثير من الاحيان، ما بين التقارب ما بين رغبه الوالده وطموحي الفني لما اقول يعني كثير. الفنان محمد عبدو في تساؤل على اغنيه الاماكن، يعني حتى واحد ما فهم، كل واحد يقول طرحتي الاماكن لانه توفى الابن ديالك، كل واحد شنو قصه الاماكن اللي لقات نجاح واللي غنتها الفنانه المغربيه فدوى الملكي بالفرنسيه؟ ان شاء الله ما حد يتوفى له عزيز، ولكن ما توفى لي الحمد لله احد من عيالي، كلهم بخير وبصحه بسلام. وأغنية الأماكن هي أغنية من الأغاني التي يتبناها محمد عبدو بالنسبة للمؤلف دائما، يعني الأغنية زي ما بيقولوا بتكون يعني الابن للفنان يتبناها بصدق، فلذلك الأغنية أغنية الأماكن جاءت في وقت حقيقة كانت الأغنية في الجزيرة العربية وكيف العالم المحيط بنا ذائقة فنية كانت محتاجة لهذه النغمة. نعم، تبارك الله عندك المئات من الأغاني، عدة ألبومات في هذا الريبرتوار، وهذا أكثر من 40 سنة ديال العطاء الفني. شنو هي الأغنية اللي عند الفنان العرب محمد عبدو تسمعها وتدندن بها كل مرة ملي تكون في البيت ملي تكون بوحدو؟ شنو هي الأغنية اللي تترتاح تسمعها ديالك من الريبرتوار ديالك؟ أنا عندي يمكن 40 سي دي تقريبا، وكان عندي يمكن أكثر من يعني 600 لحن على الأقل، يعني بعتز كثير بهم وبدندن بأقل شيء يعني يمكن يكون 50 60 من هذه الأغاني.
على رأسها صوتك يناديني و الأغاني الأخيرة الجميلة وكثير من الأغاني اللي مزيان تكلمتي على الأغاني الأخيرة. الكليبات الجديدة ديالك من خلال كليب واحد بوحدة شفناك بستايل جديد شبابي كاين اللي عجبهم وكاين اللي ما عجبهمش، كاين كليب النجم العالي، يعني راحتنا واحد التوجه جديد في المسيرة الفنية ديال الفنان العرب محمد عبدو. بالنسبة لوحدة الوحدة كان الجمهور ناقدني عليها، خصوصا اللي بيحبني أكثر، يعني كثير جدا متعصب لمحمد عبدو إنه ما بده يشوفه في هذا الشكل. فأنا بحترم آرائهم، لكن النجم عالي أعتقد إنه قدم يعني ما يتمشى مع أذواقهم أكثر. وحتى كليب طيري معي توا عجبني بزاف. طيري معي اللي درتيه في جورجيا، في جورجيا صورتيه، في اي بلد صور؟ من اين جئت بهذه المعلومه؟ لا ده ان شاء الله على العيد يعني. على العيد حينزل طيري معي. نعم. في مفاجاه جميله جدا، هو تقديم اولا تقديم ملحن جديد قادم الى الساحه الفنيه بقوه، وايضا الكليب صور بشكل جميل جدا، بحيث يعني تبنينا فيه فكرة عالمية بس مترجمة على العربي. فنان العرب محمد عبدو شنو بغي يقول الجمهور ديالو ويشوف الكاميرا اللي قدامك؟ واش تقول الجمهور المغربي والعربي اللي غيكون حاضر غدا في مهرجان موازين في الدورة ديالو 13 وفي حفل الاختتام؟ أنا في لقائي معاكم غدا في أشد شوق إليه، وإن شاء الله بحول الله أغني لكم كل الأغاني التي تتوقعوا أني أنا ممكن تيجي في بالكم أني أنا أغنيها، وما عدا ذلك إذا أردتم أي طلب تلقائي أنا معاكم إن شاء الله بحول الله. نتمنى لك التوفيق وأكيد سهرة ناجحة غدا. مشاهدينا الكرام غنشوفوا شنو وجدت لنا إيمى الحداد وراجعين لكم.